السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هصطحبكم في رحلة رائعة. متابعنا على قناتنا الجميلة مع ملكنا الذهبي توت عنخ آمون، والذي عاش في مصر وحكمها منذ أكثر من 3000 عام، وهو ابن الملك أخناتون الذي نادى بديانة التوحيد في فجر التاريخ. وقد استضافت جامعة كامبريدج البريطانية معرضا جديدا يسلط الضوء على مجموعة صور لم ينشر معظمها للمصور هاري بورتو. هذا المصور هو الذي انفرد بتصوير أعمال الحفائر الطويلة لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، وهو أحد أبرز الاكتشافات الأثرية التي شهدها القرن العشرين. وتعد الصور وعدسة كاميرا هاري بورتو لحظة فارقة في دراسة تاريخنا، حيث التقط لأول مرة صوراً لمحتويات مقبرة توت عنخ آمون التي يعود عمرها لأكثر من 3000 عام. التقط أكثر من 3400 صورة لكنوز اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بعد بعض البحوث الأثرية، وقد امتدت بحوثه لحوالي 10 سنوات في موقع مقابر وادي الملوك الشهير في الأرض. وتم دراسة تلك الصور، فوجئنا برؤى جديدة فيما يتعلق بالاكتشاف المدهش والذي حدث في عام 1922، ونلاحظ أنه قد شارك المصريين في هذا الاكتشاف، حيث شارك أكثر من 100 رجل وصبي وفتاة في أعمال الحفر ورفع الأنقاض من موقع الاكتشاف. أيضا أظهرت الصور العمل الشاق لنقل صناديق تحتوي على القطع الفنية من المقبرة في وادي الملوك في الأقصر لمسافة 6 أميال. وقد نقلت سفينة تابعة للحكومة المصرية الصناديق الثمينة تحت حراسة، وذلك عبر مجرى الملاحة النهري إلى متحف الآثار في القاهرة. استغرقت هذه الرحلة 2 يوم في درجة حرارة 38 درجة مئوية، واستخدم في عملية النقل خط سكة حديد للنقل الخفيف. وقال كارتر في مذكرته أن قضبان السكة الحديد كانت ساخنة جدا لدرجة لا يمكن لمسها. التقط بورتون في ديسمبر كانون الأول عام 25 صورة للقناع الذهبي لمومياء توت عنخ آمون المرصع بالأحجار شبه الكريمة والمطعم بزجاج منحوت بطريقة معقدة ولكنها رائعة. التقط أكثر من 20 صورة للقناع في مسعى لتوثيقه من كل زاوية، وذلك بعد أن قضى أسابيع ينزع عنه مادة الراتينج الصلبة التي كانت تصب على المومياء كجزء من الطقوس الدينية في مصر القديمة ولحفظها. وللأسف لم تنشر بعض الصور للتداول العام نظرا لاستخدامها العلمي لأغراض علماء الآثار. وتلك الصورة الرائعة لهذا الطفل الجميل والذي شارك في الاكتشاف. هذا الطفل قدم نفسه بعد ذلك عندما كبر، فهو الشيخ حسين عبد الرسول، وكان له دور كبير في الاكتشاف لم يذكره للأسف هوارد كارتر، حيث كان هذا الطفل مهمته أن يحمل الماء إلى العمال الذين يعملون بجد في حمل الأنقاض وفي حمل الآثار، وهو من اكتشف مدخل المقبرة وأخبر هوارد بها. وعندما وضع زير المية على مدخل المقبرة سمع صوتا يعرفه تماما، حيث أنه من عائلة عبد الرسول، وهي عائلة كانت مشهورة بأنها تقوم باكتشافات أثرية. فجده هو من اكتشف خبيئة حتشبسوت وبها 40 مومياء ملكية، وأبناؤهم يعرفون تماما هذا الصوت الذي يدل على أن هناك مقبرة خلف هذا الصوت. فجرى على هوارد كارتر وقال له: تعال مستر هوارد، يا مستر هوارد، لقد اكتشفت مدخل المقبرة. وبالفعل أتى هوارد كارتر وأمر العمال أن يزيحوا بعض الأنقاض، فوجد جدارا فقام بهدمه ليجد السلم الذي يوصله إلى المقبرة.
ويمكن رؤية الآن صورة معلقة، بل صور معلقة في منزل ضيافة الذي يمتلكه الشيخ حسين بالقرب من معبد الرمسيوم الأثري المكرس للملك رامسيس الثاني أو رامسيس الثاني. عثر هوارد كارتر على أكثر من 5000 قطعة أثرية في غرف الدفن الأربعة من المرمر ومن الأثاث والجيران وأواني العطور والكشاشات، حتى كشاشات الذباب وريش النعام. كان القبر برمته حلما تلون باللازورد والفيروز والأحجار نصف الكريمة والذهب، كما ضم 27 كفا و 427 سهما و 12 كرسيا صغيرا و 69 صندوقا و 34 عصا معقوفة. يا له من كنز رائع، هذا بالإضافة للكرسي العرش الوحيد الذي وجدناه عثر هوارد كارتر على أكثر من 5000 قطعة أثرية في غرف الدفن الأربعة من المرمر ومن الأثاث والجرار وأواني العطور والكشاشات، حتى كشاشات الذباب وريش النعام. كان القبر برمته حلما تلون باللازورد والفيروز والأحجار نصف الكريمة والذهب، كما ضم 27 كفا و 427 سهما و 12 كرسيا صغيرا و 69 صندوقا. وهذا ما قيل رسميا على الأقل، لكن فريق كارتر أخذ سرا عددا من القطع مع أنهم لم يكونوا مخولين بذلك، حيث تبين أن بعض المعروضات في عدد من المتاحف العالمية ضمن مقتنيات كنز الملك توت عنخ آمون. وأحد الأمثلة الأحدث تمثال أوشابتي، والأوشابتي هو أحد خدام الموتى. هذا التمثال الأوشابتي بيكون صغيرا، وهو مصنوع من الخزف الأبيض، وجدوه في متحف اللوفر، وذلك عندما زار كريستيان لوبين وهو عالم متخصص في التاريخ المصري متحف اللوفر الفرنسي. لم يستطع أن يصدق عينيه، حيث كان اسم توت عنخ آمون مكتوبا على هذا التمثال الخزفي. من المؤكد أنه كان جزءا من الكنز الذي عثر عليه داخل المقبرة. وشملت القطعة المهربة أيضا قطعة لها شكل رأسي صقرين ذهبيين ظهرت في مدينة كانساس، وبعد الفحص تبين أنها جزء من طوق وضع مباشرة على جلد المومياء التي كانت مغطاة بعشرين لترا على الأقل من زيت التحنيط. انفرط الطوق عندما انتزع، فأخذ كارتر أجزاء الطوق ليقدمها هدية إلى طبيب أسنانه. كما ظهرت قطع في ألمانيا، فقد أقر مدير متحف في ولاية ساكسونيا أنه يملك عددا من الخرزات الزرقاء، ويشهد مدير المتحف أن كارتر وضعها في جيبه أثناء تفريغ المقبرة من محتوياتها ثم أعطاها لأحد مساعديه، وعثر على هذه الخرزات المشكوك في أمرها في أحد المزادات. توماس هوفينج مدير سابق لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك اعتمد على ملاحظة سرية، فقد وثق حالات تخلى فيها كارتر وشريكه اللورد كارنفور الإنجليزي عن نزهاتهما. على سبيل المثال قدم مشبكا يظهر عليه الملك الصغير توت عنخ آمون وهو يركب عربته هدية لملك مصر فؤاد الأول. كذلك تلقى عملاق النفط الأمريكي إدوارد هاركنز خاتما من الذهب كان يمتلكه الفرعون توت عنخ آمون. وللأسف لم يفتضح أمر كارتر سوى مرة واحدة، وذلك حين نقل خلسة تمثالا رائعا نصفيا ملونا صغيرا للملك الشاب وهو طفل إلى غرفة جانبية دون تسجيله ضمن الأثار. لكن المحققين اكتشفوا التمثال في عربة للنبيذ، لأنه يعلم أن المصريين لا يشربون النبيذ ولا غيره من الخمور.
وخباه داخل أحد الصناديق. وقد فرضت مصلحة الأسرار حراسة على المقبرة وقت اكتشافها، ثم تصاعد النزاع بمنع كارتر من الدخول إلى موقع المقبرة. فبعث برسالة إلى وزير الإشغال المصري مرقس حنا في 17 فبراير 1924 محذرا من خطورة غيابه عن موقع المقبرة، لكن الوزير رد موضحا أن قرار منعه جاء بعد إغلاقه المقبرة وإضرابه ومعاونيه عن العمل، ونجح عالم الأثار في التنصل من هذا الوضع الحرج، ولم تخرج هذه الفضيحة إلى العلن. ونجحت حيل كارتر بعض الشيء، فقد اختفى عددا من القطع الصغيرة الرائعة من مقتنيات الملك، فمن سرقها ومتى وما هي هذه القطع وغيرها من الألغاز المحيرة في علم الآثار المصري. إذن كارتر لم يكن أمينا، بل أن هوارد كارتر ليس فقط المستكشف الأبرز في التاريخ والذي سطر اسمه عام 1922 حين اكتشف المقبرة ووادي الملوك، بل يعرف أيضا في التاريخ بأنه كان من نهب الكثير من آثار وكنوز تلك المقبرة التي لا تقدر بثمن، وهو ربما ما يفسر تقاعده بعد ذلك عن الاستكشاف ليعمل كوكيل للمتاحف ومقتني القطع الأثرية النادرة. استمر كارتر في التعرف على مقتنيات المقبرة تحت إشراف بيير لاكو مدير مصلحة الأثار المصرية آنذاك، وفي 16 فبراير عام 1923 فتح كارتر بابا مغلقا داخل المقبرة أدى به إلى غرفة الدفن، حيث وجد مومياء توت عنخ آمون والتي قام بإحضار ديري وهو طبيب ليقوم بتقطيع المومياء لاستخراج القطع الذهبية التي كانت تغطيها والتي كانت بين اللفائف. وهذا أمر غريب، حيث حول المومياء إلى حوالي 24 قطعة ممزقة، وقام بتنظيف المقبرة حتى عام 1932 بمعاونة المصريين، حيث كان يعاونه أكثر من 100 مصري من أعمار مختلفة. كان كارتر لم يكن مجرد منقب مخلص، بل حمل معه إلى بريطانيا موطنه الأصلي العديد من التحف والكنوز التي لا تقدر بثمن والتي كانت تحيط بمياء الفرعون الصغير في المقبرة، والتي كان كارتر أول بشر يدخلها بعد 3000 عام من إغلاق بابها. تلك المقتنيات على فكرة كانت محل نزاع بين مصر وورثة إيرل كارنافون، حيث عرضت المقتنيات بقلعة يوركشاير ببريطانيا بحسب صحيفة التلغراف البريطانية، الأمر الذي دفع زاهي حواس الذي كان يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار للمطالبة بإعادتها قائلا إن كل ما حصل عليه كارتر كان مسروقا من مصر، واتهم كارتر بأنه لم تكن لديه أي اهتمامات بالثقافة أو بالآثار ولكنه كان مجرد لص. وقال حواس حينها كل تلك المقتنيات يجب أن تعاد إلى مصر، وذلك بعد نجاح مصر في إعادة 19 قطعة أثرية من متحف المتروبوليتان الشهير بنيويورك. ومن المعروف أن عددا كبيرا من فريق كارتر ومن بينهم اللورد إيرل كارنارفون نفسه قد توفوا لأسباب غامضة في السنوات اللاحقة لاكتشاف المقبرة، وكان ذلك سببا من ضمن أسباب انتشار شائعة لعنة الفراعنة، إلا أن أبحاثا حديثة أجريت عام 2002 وجدت أن وفاة أعضاء الفريق جاءت طبيعية. وبعد اكتشاف كارتر المقبرة قرر التقاعد عن التنقيب وتفرغ للعمل كوكيل للمتاحف ومقتني للتحف الأثرية، وتوفى في 3 مارس عام 1939 متأثرا بسرطان الغدد الليمفاوية عن عمر يناهز 64 عاما. طبعا هذه المقتنيات من الصعب جدا ترجع لمصر، وده بيدلنا إن هوارد كارتر لم يكن هو هذا المستكشف الأمين، ولكنه للأسف قام بسرقة مقتنيات الملك الذهبي
توت عنخ آمون. هوارد كارتر سارق لص، الله يعافينا ويعافيكم من هذا ويعوض على مصر. وقد تعرض الدكتور وسيم السيسي في كتابه المسكوت عنه في التاريخ تحت عنوان المسكوت عنه في تاريخ هوارد كارتر، حيث قال كان هناك 5398 قطعة في مقبرة توت تمت سرقة الكثير منها، مثل بوق إعلان الحرب الموجود الآن في البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية، والخاتم الذهبي لتوت في متحف المتروبوليتان في نيويورك، ولكن أخطرها البرديات. يقول الكتاب أن كارتر بعدما عرفت سرقاته وتم منعه من التنقيب قال في عام 1922 بعد عامين من اكتشافه مقبرة توت عنخ آمون إن لديه برديات تغير التاريخ اليهودي كله وقصة الخروج، لكنه بعدما حقق هدفه وعاد للتنقيب قال لقد أخطأت، كانت ملابس توت الكتانية الداخلية. وهذا رجل يعمل بالأثار، وكل من لا يعمل بالأثار يمكن أن نلتمس له العذر، أما من يعمل بالأثار فهو يعرف الفرق ما بين البردي والكتان وعلاقة البرديات بالملابس الداخلية الكتانية. ويشير الكاتب الأمريكي أرنولد براكمان في كتابه البحث عن ذهب توت عنخ آمون والذي صدر سنة 1976 إلى محاضرة ألقاها كارتر في الولايات المتحدة في 23 إبريل سنة 1923، أشرف على تنظيمها أمريكي متخصص في تنظيم الندوات يدعى لي كيديك، الذي سكل في مذكراته المناقشة الحادة التي دارت بين كارتر ونائب القنصل البريطاني في القاهرة كما رواها له كارتر قائلا سأنشر العالم كله نص البردية التي وجدتها في المقبرة والتي تظهر الوقائع الحقيقية للخروج. وقال لي كيديك أن كارتر ونائب القنصل سيطر على غضبهما وحدتهما المتبدأ وتوصل إلى تسوية، ظل بمجبها كارتر صامتا عن تلك المسألة. كما قال الكتاب أن أعظم إنجازات كارنارفور هي رعايته لأعمال البحث الأثري التي كان يقوم بها كارتر، والذي تكلل بحثه المستمر لمدى 5 سنوات بالعثور على المقبرة بمساعدة أبناء عبد الرسول بمساعدة حسين عبد الرسول في وادي الملوك في الأقصر على مسافة نحو 650 كيلومتر من القاهرة جنوبا، وذلك في أكتوبر 22، وفي فصل عنوانه 22 يعني 1922، وفي فصل عنوانه الفضيحة شدد الكتاب على افتقار كارتر وكارنارفور إلى الأمانة العلمية والمهنية وممارستهما نشاطات وصف بأنها مشبوهة بما فيها غزوات سرية للمقبرة والاستيلاء على البرديات المفقودة والتي لو أفشيت الأسرار التي فيها لدمرت سمعة كارنارفور بل ولا غيرت وجه الشرق الأوسط، حيث يرى كتبان بريطانيان أن إحدى البرديات الخاصة بخروج اليهود من مصر سرقت من مقبرة توت عنخ آمون عند اكتشافها، وكان إفشاءها كفيلا في رأيهما بتغيير خريطة الشرق الأوسط. وشدد أندرو كولينز وكريس أوكيلفي هيرالد في كتابه توت عنخ آمون مؤامرة الخروج على أن مكتشف المقبرة هوارد كارتر ومول عملية للاكتشاف اللورد كارنارفون كتم أسرار تكشف قصة الخروج اليهودي من مصر بتتناقض مع الوقائع والشكل المذكور في التوراة. وقال لو أفشيت وعرفها العالم لم تكن لتسبب فقط فضيحة سياسية ودينية، بل ربما كانت قد غيرت وجه العالم إلى الأبد. وأوضح أن المقبرة التي وصفها بأنها أعظم كشف أثري في التاريخ وأصبحت حديث العالم كانت تضم برديات عن خلفيات الصراع الديني منذ عصر أخناتون حتى حدث الخروج. وقال أن الذين خرجوا من مصر كانوا مصريين من أتباع أخناتون فرعون التوحيد
وكهنة مؤمنين بديانة آتون وبعض الإسيويين من دون ذكر لقوم موسى من اليهود. على فكرة هذا الكتاب ترجمه رفعت السيد علي، وصدرت الترجمة عن مكتبة دار العلوم بالقاهرة. وإلى لقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.